أصدقائي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الأمور ديالكم طيبة وفي أفضل الأحوال. الحصة دي اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نشوفوا الجايدد ريدين، غنشوفوا هاو تو رايت ا ثيم باراجراف. هاو تو رايت ا ثيم باراجراف، هاد الحصة هادي أقسم بالله إلى غاية في الأهمية، ونعرف اش تنقول غاية في الأهمية. علاش؟ لأن نهار الامتحان ممكن تيتشر أوكي يعطيك واحد الباراجراف ويقول لك كتب لي مثلا ثيم ديال ستوري، وهاد الشيء راك تشوفوه في الكوريكشنز اللي كيكونوا عندكم. ممكن ما كنقولش شي حاجة تكون 100% باش شي واحد ما يلومني في الآخر، أنا كندير اللي عليا والكمال على الله، وخصك أنت تخدم المجهود ديالك. إذا أنا ما نتلامش في جميع الأحوال، تفهمنا، حيت أنا ماشي الأستاذ ديالك يعني غنوعدك بشي حاجة وما نعطيهاش لك، أنا فقط كنساعد في سبيل الله. الحاجة الثانية أصدقائي اللي تقدر اللي خصك تبازي عليها هو انه منين تبغي تكتب اوكي على ثيم، كاينه واحد استراتيجيز خصك تكون عارفهم، هي اللي غنخدموا عليها في هذه الحصه هذه. وقبل ما انني ننطلق في الشرح كنعتذر اصدقائي الا كنت كنزرب، لان بطبيعه انا كنهضر بالعربيه شويه بسرعه طبعا من عند الله. ثانيا سمحوا لي الا كنت كنوقف بعض المرات بحال تنسرط الريق، لان الله يشافي الجميع عندي مشكل في الحلق ديالي، لهذا بعض المرات كنوقف. اول حاجه ملي غنبغيو ننطلقوا خصنا نعرفوا وات از ثيم. كننصحك خويا اختي باش تفهم هذه بتجربه متواضعه، حاول تريلاكس معايا. اذا بالك كنتي متوتر حبس الفيديو وعاود رجع شوفوه في مره اخرى، يعني حبسو كنقصد وعاود رجع شوفوه في مره اخرى. هذه شنو بغيت نوصل لك، يعني بلا ما تكملوا دابا المصلحه ديالك، لان التركيز ديالك هو الاساس ديال الفهم، والراحه ديالك هي الاساس ديال الفهم، ما تكونش مضغوط. اذا باش ما نضيع لكمش الوقت، شنو هو الثيم؟ اولا غنعطيكم واحد المعلومات عليه باش نفهموه. دابا كل فكره كتبني فكره، ولكن تبع معايا من اي حتى لزي بليز المصلحة ديالك. In any work of art, the theme is the underlying message that the writer would like to get across. Maybe it's a theme of bravery, love. يعني في أي عمل فني ولا أدبي، theme هو واحد الرسالة أساسية اللي كيبغي الكاتب يوصلها لنا. ممكن تكون موضوع مثلا، أو واحد theme على الشجاعة، الحب، إلى غير ذلك. أيضا هذه مهمة بزاف هذه النقطة، ونتمنى أنكم منين نشرحها لكم أورلي قيدها عندك المصلحة ديالك. It's important not to confuse the theme and the main idea. The theme is an underlying message of bravery or hope or love. The main idea, however, is simply what the story is about. In a way, the main idea is a tight summary of the plot. اسمعني مزيان، خصك ضروري ما تخلطش ما بين الثيم والفكرة الرئيسية. أنا غنشرح لك، نعطيك واحد إكزامبل وتفهمني بسرعة. الثيم هو الرسالة الأساسية، ولواحد الرسالة الأساسية اللي بغي يوصلها لنا الكاتب. ربما بغي يوصل لنا مثلا واحد الثيم على الشجاعة، الأمل، الحب، إلى غير ذلك. أما الفكرة الرئيسية هي ببساطة اللي كتدور الأحداث، يعني ما تدور حوله القصة. بطريقة أخرى، الفكرة الرئيسية هي ملخص دقيق، لهذا قلت لك تايت سامري، ملخص دقيق للحبكة. يعني البلوت كيف ما كنعرفوا هو السامري، ما عندهمش واحد الفرق كبير. اذا دابا فهمتي انت الفرق. نعطيك مثال باش تفهمني. ناخذ مثلا واحد ستوري، اسمعني مزيان، ناخذ مثلا واحد القصه كتهضر على هومليس بيبل مثلا. هومليس بيبل يعني الناس اللي ما عندهمش منزل، وكنهضروا في هذه القصه على واحد السيد سميتو علي كيسكن في الزنقه. الاستاذ الا قال لك مثلا كتب لي المين ايديا، غتقول له مثلا المين ايديا انها كتهضر على واحد الصبي ولا واحد الطفل سميتو علي كيعيش في الزنقه، ما عندوش الاهل ديالو، واحد الشكل ملخص. ملي يقول لك كتب لي الثيم، ما غتقولوش علي كيسكن في الزنقه. الثيم هو شنو بغى يوصل لك الكاتب من وراء القصه، يعني العبره اللي بغى يوصل لنا. ربما بغى يهضر على البوفرتي يعني الفقر، بغى يهضر على هومليس بيبل، بغى يهضر مثلا على فور اكزامبل التشرد. اذا هذا هو الثيم. اذا انت دابا قدرتي ولا انك وصلتك الفكره باش تفرق ما بين المين ايديا اللي هي كتسمى السنترال ايديا، الفكره الرئيسيه، والثيم هو الرساله اللي بغى يوصل لنا الكاتب. اوكي ماي فريندز، دابا غادي نشوفوا هاو تو فايند ذا ثيم، كيفاش تلقى الثيم. هنا ركزوا معايا مزيان عفاكم. No story is complete without a few essential elements. يعني ما كايناش شي قصه كامله بدون هاد العناصر الاساسيه اللي هي characters يعني الشخصيات، the people who take part in the action of the story، الاشخاص ولا الشخصيات اللي كيشاركوا في احداث القصه، واش شفناه، setting where ونقدروا نزيدوا حتى وين the story takes place، يعني مكان زمان وقوع القصه، plot the events that make up the story، يعني بطبيعه الحال البلوت قلنا الحبكه هي الاحداث اللي كتشكل القصه، وضعيه بدايه، عقده، عنصر مخل، وضعيه يعني انفراج، ريزولوشن، وكيل كونفليكت اللي دائما تيكون ما بين البروتاغونيست والانتاغونيست، يعني البطل والشرير، ذا ستراجل فيس باي ذا مين كاركتر، يعني قلنا المين كاركتر الشخصيه الرئيسيه، ذات ماس ريتش ا ريزولوشن اللي خصها ضروري توصل لواحد الحل.
At this point, you can also ask yourself. إذن هنا خصك تسول واحد الأسئلة تطرحهم على رأسك هادو حاول تخدم عليهم الله يجازيك بخير. What is the main idea? سول رأسك قول هنا شنو هي الفكرة الرئيسية بطرحك هاد الأسئلة. دابا كنشوفوا how to find the theme. دابا بديتي يعني strategies بديتي طرق كيفاش تلقى theme. شنو هي الفكرة الرئيسية؟ أيضا what's the short version of the story؟ شنو هي النسخة القصيرة مثلا من هاد القصة إذا كانت عندك قصة مثلا شنو هي النسخة منها؟ إذن هنا طبيعة الحال once you're comfortable speaking on each of these elements, it's time to dive into the theme. إذن هنا بمجرد أنك كتسول هذه الأسئلة هذه ولا مثلا هذه العناصر هذه باش تلقاهم كتكون قادر تعمق باش تلقى theme. لهذا غنقول لك أن these questions okay will help you okay كيف ما كتشوفوا unearth it. يعني هذه الأسئلة هذه غادي تساعدك باش to discover it يعني تكتشفهم. أولا هذه الأسئلة خصك ضروري تطرحهم. هاد 3 questions مهمين بزاف. غادي تقول what problem is the main character facing. اذا ملي كنطرح انا سؤال وكنقول شنو هي المشكله اللي كتواجه الشخصيه الرئيسيه كنلقى حل هذاك الحل نكتبه عندي. اوكي تبع معايا مزيان. what lesson did the main character learn. يعني شنو هي الدرس ولا الرساله اللي كيتعلمها الشخصيه الرئيسيه ماشي بطبيعه الحال مورال ولكن شنو هي يعني شنو تعلم. اوكي what message can you take away from the story. هذه مهمه بزاف. شنو هي الرساله اللي يمكن لك تاخذها من القصه. اذا بمجرد انك كتطرح هذه الاسئله هذه كون اكيد انك غتكون قادر تفهم اوكي كيفاش تلقى الثيم. لهذا قلت لك هنا once you hit that third question you will be well on your way to understanding the theme of the story. بمجرد انك تطرح السؤال الثالث اللي هي شنو هي الرساله اللي يمكن ان يعني انك تاخذها من القصه اذا انت في الطريق ديالك باش تفهم موضوع القصه. هنا أصدقائي غادي نعطيكم common theme examples. ركزوا معي هنا مزيان عفاكم فهادشي اللي غادي نخدموا عليه باش فقط تاخذوا واحد الفكرة. The more you read the more you will spot some of the popular literary themes. Common themes include. يعني بغيت نوصل لك هنا كل ما قريتي بزاف انت في حياتك يعني كتكون عندك واحد الباك جراوند واحد النوليدج كل ما اكتشفتي بعض الثيمات الادبيه اللي كتكون شائعه اللي كتمثل مثلا واحد الثيمات يعني شائعه اللي معروفه. مثلا نقدروا نهضروا على كوريج ديث اونستي لويالتي مثلا الشجاعه الموت الامانه الوفاء. اذا هادو اللي كتشوفوا اصدقائي هادو كاملين ثيمز يعني هادو كاملين بطبيعه الحال ثيمات لبعض المواضيع. اذا انت دابا ملي كنقول لك انا الثيم الا قريت مثلا واحد القصه وبديت كنهضر على الكوريج اذا الثيم هنا راه يكون courage. هادشي اللي بغى يوصل لي مثلا الكاتب مثلا death الموت مثلا الامانه love etc. هادو فقط examples ديال واحد themes. ولكن انت مثلا منين teacher غيقول لك شنو هو theme ما تقولوش the theme of the story is death. لا the theme of the story is honesty. the theme of the story is courage. هذا غلط. هنا غادي نقول لك الا لقيتي معايا حتى البوينت اللي غنشوفهم بعد واحد example غنوريك good themes والباد يعني الجود اكزامبلز والباد اكزامبلز. خديتي دابا فكره على الاكزامبلز نزيدو باش ما نضيعوش تايم. هنا اصدقائي كيف ما كتشوفوا معايا غنشوفوا هاو تو رايت ا ثيم ستيتمنت ان سيمبل ستيبس. غادي نشوفوا دابا اصدقائي كيفاش تكتب ثيم في واحد الخطوات بسيطه جدا. اولا خصك تعرف ان هنا learning how to write a thematic statement isn't hard if you follow few simple steps. بطبيعة الحال باش تكتب واحد بطبيعة الحال كتابة ديال واحد theme كيف ما قلنا موضوعي بطبيعة الحال ماشي بالامر الصعب. علاش؟ الا تبعتي هاد الخطوات اللي غادي نشوفو. First of all, a theme statement or can سميه theme statement ولا thematic statement describes a central idea. سمعني مزيان كيوصف لنا central idea within a piece of It's the point the writer is trying to make throughout the work. بشكل بسيط باش تفهم ان theme بطبيعة الحال هو كيهضر واحد الفكرة مركزية ولا محورية داخل القصة الأدبية باغي يوصلها لنا الكاتب. هي هنا بطبيعة الحال هذه هي النقطة المهمة اللي باغي الكاتب يوضحها ولا يوصلها من خلال العمل. لهذا ملي تكون قبيلة ملي غير نهضروا مثلا على واحد القصة كتهضر على هومليس بيبول أنا ما غاديش نبقى نقرا داك الشيء ونتشوق لا غادي نشوف شنو باغي يوصل الكاتب. باغي يوصل مثلا أن الناس خصهم يكون عندهم منازل يعني الفقر إلى غير ذلك. ولكن الطريقة باش نكتب هي اللي غنوريك. دابا خديتي فكرة كيفاش تكتب احنا غاديين معاها ستيب باي ستيب. إذا هنا غادي نقولوا أصدقائي A theme statement typically has two different parts. إذا هنا الثيم نورمالمون كيكون عنده واحد جوج ديال الجزئين ولا جوج ديال البارتس مختلفين. شنو هما؟ ركزوا معايا مزيان، عفوا ركزوا معايا مزيان. Theme idea اللي كنقولوا for example love, independence, identity. هنا بطبيعة الحال كنهضروا على الجزء الأول اللي هو فكرة الموضوع. ممكن تكون على الحب، الاستقلال، الهوية. هادو فقط examples كما قلنا قبيلة courage, honesty, etc. ثانيا كيف ما كتشوفوا معايا كنهضروا على the thematic assertion made by the author. يعني هنا التأكيد على الثيم اللي كيكون بطبيعة الحال من طرف المؤلف باغي يوصلنا واحد الفكرة من خلال هاد الثيم هذا.
هاد الشيء اللي تنقوله هنا أصدقائي هو الطريقة اللي من خلالها ممكن تكتب بهاد الخطوات اللي هي بسيطة. إذن هنا لهاد المرحلة هذه غادي نقول لك دابا كيفاش تلقى الفرق ما بين هاد الجوج أوكي اللي هدرنا عليهم بشكل مبسط، اللي هي طبيعة الحال كيفاش تلقى theme idea، وغادي نشوفوا thematic assertion made by the author. أول حاجة غادي نشوفه أصدقائي هي find the theme idea. هاد الخطوة الأولى اللي خصك دير هنا دخلنا الزبدة ديال الخدمة، هي كيفاش تلقى الثيم. أول خطوة find the theme idea ماشي المين idea، ركز معي مزيان باش تفهم. أوكي، the thematic idea ولا قلنا the theme statement is the easy part of a thematic statement to find. This is a significant concept or topic covered in literature like loyalty, poverty, friendship, gossip or equality to name a few. To find the theme idea, you just need to think back to the action and characters. اسمعني مزيان. هنا كنهضروا بطبيعة الحال على أن theme, okay, هو الجزء بطبيعة الحال السهل مني غادي تبغي تقلب عليه، هو جزء سهل. هتقول لي كيفاش؟ هنقول لك علاش؟ لأن مني كنهضروا هنا على theme بطبيعة الحال هي شنو بغى الكاتب ولا شنو كيتناول بطبيعة الحال في العمل الأدبي دياله، كيتناول واحد الموضوع معين، واحد القيمة معينة، مثلا بحال الولاء كيف ما قلنا، بغي يوصل بينا الفقر، الصداقة مثلا، المساواة إلى غير ذلك. إذن هنا هذا فقط أمثلة على سبيل المثال للحصر. طبيعة الحال شنو خصك انت؟ خصك تشوف التحرك ديال الشخصيات في القصة، لأن مثلا كل شخصية كيف كتحرك في القصة، يعني ارتباط يعني الشخصيات بالقصة ارتباط وطيد بطبيعة الحال الموضوع اللي بغي يوصلنا الكاتب، يعني الثيم. ملي قلنا قبيلة احنا مثلا عالي واحد الإنسان فقير وما عندوش منزل، إذا هذيك القيمة اللي عنده ولا ديك القيمة ديال الفقر، إذا حتى هي راها واحد الحاجة اللي كيدافع عليها الكاتب وباغي يخرجها للعلن. نتمنى تكونوا فهمتوني. لهذا التحرك أوكي يعني ولا التفكير في الحركة ولا مثلا في النسق اللي غادا به الشخصيات يساعدك كثيرا، يعني كيعاونك أنك تلقى الثيم. نتمنى تكونوا فهمتوا. لهذا هنا أنت في هذه الحالة هذه كيخصك ضروري تسول واحد الكويشنز كيف ما قلنا قبيلة بشكل آخر. شنو خصك دير هنايا؟ Ask yourself these questions. ضروري دائما كتبقى تسول أسئلة لأن أنت في واحد الحالة ديال الحيرة باش تلقى لنا واحد الجواب. أش كتقول؟ What happened to the characters؟ يعني شنو وقع للشخصيات؟ هادشي اللي كنت كنقول لك دابا، شنو وقع لهاد الشخصيات هادي؟ ماذا وقع؟ وقعت شي حاجة؟ وقع واحد التغيير؟ كتبقى متابع التحرك ديال الشخصيات، سواء كنتي كتهضر على المين كاركترز، هيدر حتى السيكندري كاركترز، الأنتاغونيست، بروتاغونيست، المهم تكون عندك فقط واحد الفكرة. أول حاجة. ثانيا، أوكي، What kind of changes did the main character undergo؟ يعني شنو هو النوع ديال التغييرات اللي مرت بها الشخصيه الرئيسيه؟ كيكون طبيعه الحال وضعيه البدايه كتجي ديك العقده، كتجي مثلا نقدروا نقولوا العنصر، يعني العنصر المخي، العقده، الانفراج، كيكون واحد التغير في الشخصيه تبع انت دوك الاحداث، تقدر تلقى هنا كتقلب على الثيم ديالك. ايضا وهذا السؤال مهم بزاف اصدقائي، What was the theme that came up over and over again؟ يعني شنو هو ثيم أوكي اللي بدا كيبان وكيتكرر؟ مثلا منين أن الكاتب بغى يهضر لي على هاد القصة اللي كتهضر على الفقر، إلا بقى ديك الكلمة ديال الفقر كتكرر بزاف، كون أكيد أن هذاك راه ثيم. علاش؟ لأن عليه كيبازي في الكتابة ديالو، كيحاول يخليه هو في الأول باش أنت كتاخذه كتستقطبه. كاين واحد النوع ديال الكتابات اللي نتوما ما غاديش توصلوا لها دابا، كيكون فيها الثيم صعيب بزاف. مثلا إلا قريتي داكشي القراءات العلمية ولا مثلا الخيال العلمي علمي وبعض الامور اخرى، كيكون الثيم فيها صعيب بزاف، وبعض المرات كيكون الثيم يعني ضمني. هنا لا، هنا فقط كنقولوا what was the theme that came up over and over again، يعني شنو هو الثيم اللي كيبدا كيبان وكيتكرر من عن طريق الاحداث في القصه، وهنا كيساعدك حتى البلوت بطبيعه الحال باش تلقى الثيم. زائد اصدقائي character or characters evolve in some way، بمعنى واش الشخصيات في القصه تطورت بواحد الطريقه معينه، بواحد الطريقه معينه، كيكون داك التطور كيف ما قلنا. آخر سؤال غطرحه على رأسك صديقي، غتقول Did the author have an opinion on an important topic؟ يعني واش الكاتب كان عنده واحد الرأي مهم بالنسبة بطبيعة الحال القصة اللي كيكتب؟ بعض المرات الكاتب هنا كنهضروا على بطبيعة الحال ديك البوينت اوف فيو، واش غتكون عندك الفيرست بيرسون، واش غيكون عندك ثيرد بيرسون ولا ثيرد بيرسون ليميتد ولا ثيرد بيرسون اومنيشنز. حتى الاستخدام ديال الضمائر مثلا كيساعدوك هادشي كله باش انك تلقى الثيم. اذا حنا غادي نوصلوا واحد الفكره ان الشخصيات والاحداث والبلوت هما كاملين في خدمه الثيم، يعني هما كلهم كيخدموا، يعني كيخدموا لك اوكي السيرفنت مثلا كخدامه باش انت تلقى الثيم. اذا هنا خصك تكون كلاف ذكي باش تلقى الثيم ديالك. كيف ما قلنا السؤال الموالي ستيب نمبر 2 عفوا يا اكسبلور ذا اوثرز ثوتس، هذه مهمه بزاف. هنا اصدقائي شنو خصك دير؟ خصك تحاول في هذه الخطوه هذه تكتشف الافكار ديال المؤلف. بمعنى بطبيعه الحال هنا شنو خصك دير؟ Once you have your theme idea
قد ريدي يو نيد تو يوز يور نوليدج اوف ذا بوك ولا مثلا ذا ستوري كنهضروا هنا ان جنرال تو فورمولييت ذا اوثرز ثوتس ان ايزي واي تو ثينك اباوت ذيس از تو ثينك فور ذا سنتنس ذا اوثر بيليفز. سمعني مزيان، بمجرد انك تلقى الثيم وتكون ديك الثيم يعني الفكره عندك واجده، هنا خص تستخدم يعني المعرفه ديالك الخاصه بطبيعه الحال بالكاتب ولا بالمؤلف باش تلقى الثيم، لان المؤلف طريقته في الكتابه في القصه كتساعدني نلقى الثيم. يعني هنا عندنا بطبيعه الحال واحد الطريقه سهله باش تفكر في الثيم، هي انك تبدا وتقول the author believes، يعني هنا يعتقد المؤلف باش نكتب الثيم. ولكن ملي غنكتب the author believes غادي نكتب الثيم، ولكن كاين الباد ثيم والجود ثيم، يعني الطريقه الكتابه اللي كتكون باد انا غنوريكم اكزامبل، وكاين الجود اللي كتكون مزيانه هي اللي خصخدم. هنا غناخذ واحد الاكزامبل، مثلا قرينا واحد القصه معينه اوكي، وغادي ناخذ هذا كاكزامبل. قريت واحد القصه ومني غادي نكتب انا على الثيم مثلا غنقول the author believes the meaning of life comes when you live each day to the fullest like it could be your last. بمعنى كيعتقد المؤلف ان معنى الحياه ياتي عندما تعيش كل يوم على اكمل وجه، يعني كتعيش بخير، كما ان هذا اليوم هو اخر يوم في حياتك. اذا هذا ثيم زوين، ماشي غتكتب مثلا the author believes that life is وتحبس، ولا the author believes that، لا الثيم كيكون جمله واحد ستيتمنت، لهذا كنقولوا ستيتمنت. هذا فقط اكزامبل. الى السؤال كان خرج الثيم يعني بشكل مباشر هكذا غيكون الجواب، واذا كان السؤال كتب الباراجراف بطبيعه الحال غادي تصوغ على شكل باراجراف. نتمنى اصدقائي تكونوا متبعين معايا مزيان باش تفهموني شنو كنقصد لكم. لهذا هنا غادي نخصوا لواحد النتيجه مهمه بزاف، وغادي نقولوا عندنا نوع ديال الجود اند باد ثيم ستيتمنت اكزامبلز. غنعطيكم واحد الامثله ديال كيفاش تكتب قيمه جيده وواحده سيئه، وانتوما لمحكمتكم الموقره واسع النظر. شوفوا معايا مزيان. Now that you know how to write a theme statement, it's time to look at some good and bad thematic statement examples. دابا اصدقائي من بعد ما عرفتي كيفيه كتابه الثيم يعني كيفاش تكتبوا، حان الوقت كيف ما نقولوا باش تلقي واحد النظره على بعض الامثله او العبارات اللي عندها علاقه بالثيم الجيد والسيء. كثيم مثلا جيد، شوفوا معايا مزيان هذا، غنقولوا مثلا bravery allows people to push forward against adversity even when they fail to make a change. والباد the theme for this novel is bravery. في الاول قلنا ثيم، نبداو بالسيء. السيء قلنا اصدقائي الثيمه ديال هذه الروايه ولا هذه القصه هي الشجاعه، الثيم هذا عقيم ما خصكش تكتب بحال هكا. اما الجود شنو قلنا؟ الشجاعه تسمح للناس باش انهم يمضيو يعني قدما يتدفنوا في القدام يعني في مواجهه الصعاب مثلا حتى عندما يفشلون في احداث التغيير. اذا هنا انت شنو درتي؟ هذا الجود يعني ستودنت بطبيعه الحال سمحوا لي، وهذا الباد يعني ربطوه اصلا بالليفل. الا كنت جود ستودنت بيرفكت كتب بهذه الطريقه، ماشي تقول لي مثلا ذا ثيم اوف ذا ستوري از بريفري، وهذا هو اللي كيديروا بزاف الاصدقاء. لا، هنا خصك تربطه بالاحداث ديال القصه، لهذا غنقولوا الجود ثيم بريفري الاوز بي. يعني علاش خلصنا احنا الموضوع ولا الثيمه؟ ماشي باش تقول لي شنو هو الموضوع بصفه عامه وتحبس، لا، شنو هو الدرس اللي تعلمنا؟ شنو بغى يوصل لينا احنا الكاتب؟ غير فهموني مزيان الله يجزيكم بخير. لهذا قلنا هنايا الشجاعه تسمح للناس بالمضي، هنا عطيتك واحد الثيم بنيته بالافكار اللي كانت في القصه انطلاقا من شنو كاتب الكاتب، ولكن ملي تقول لي the theme is bravery كون اكيد ان التيتشر غيعطيك واحد النقطه قبيحه وما غاديش تعجبك وغتقول انا علاش وانا راني كتبت. لا اسمح لي، الجواب ماشي هكذا، الجواب هو تبين انك كاتب، دير واحد الصياغه للثيم. اذا لا كان سؤال مباشر كتب بهذا الجود واي اللي قلت لك بهذا الاستراتيجي هذه غادي تجاوب مزيان، ولا كتبتي باراجراف كون اكيد الا عرفتي كيفاش تستخدم هاد الاكزامبلز غتكون قادر تكتب. كانت هاد الحصه توضيحيه وفقط باش انكم تحاولوا تكتبوا الثيم بشكل بسيط. Thanks for watching my friends. See you next time ان شاء الله and goodbye.